بص يا بنات، لما هتخشي في علاقة انت بتربطي كل كيانك حرفيا بالراجل اللي انت دخلتي معاه في علاقة. يعني هرمونيا انت بترتبطي بيه، طاقيا انت بترتبطي بيه، في نفس التردد بتكوني على نفس التردد، تردد الافكار بتاعه وتردد الطاقي، تمام؟ وكل شيء فيكي بيتربط فيه، يعني حتى المشاعر والاحاسيس. فهنا افكر كويس قوي قبل ما اربط نفسي وتفكيري براجل ما عندوش اداره في الذهن كويس. الاداره الذهنيه ارجوكي لما هتكوني هترتبطي بحد لازم ضروري تفكري كويس قوي في موضوع الاداره الذهنيه. بص اقول لك على حاجه، هو احنا رسولنا الكريم قال ايه؟ من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه. دينه ليه بقى؟ ليه موضوع الدين؟ عشان يبقى البرنامج العقلي بتاعه متزن، لان وجود الدين بيخلي الراجل البرنامج العقلي بتاعه من الاخر كده مظبوط وفي مراحل الاتزان في كل شيء. وخلقه بقى ليه؟ ليه الخلق والدين؟ احنا قلنا بقى الدين اهو، طب ليه الخلق؟ لان الخلق هيوريكي طريقة التعبير عن السلوك. بمعنى يعني هنا الدين هو عالم الافكار وعالم المعتقدات الداخلية في البرنامج العقلي، لكن في الأخلاق طب أنا هيعبر عن الغضب بتاعه إزاي؟ هيعبر عن الحب إزاي؟ هيعبر عن الوجود إزاي؟ هيعبر في كل شيء إزاي؟ فهنا الأخلاق، طريقة الأخلاق. لو واحد مثلا بيعبر عن غضبه إن بيكسر أو بيضرب أو بيهين أو بيقلل أو بيشتم، يبقى هنا أخلاقه مش نافع. عشان كده لازم نحط في الكفة اللي انت هتختاري بيها أي راجل الدين والأخلاق. ولكن يعني إيه كلمة الدين؟ أشوف بقى هو بجد عنده برنامج عقلي كويس، معتقدات واضحة، إيه عنده هوية محددة، ولا هو ماشي ظاهريا هو متدين لكن باطنيا لأ. طب أنا هكتشف ده إزاي؟ واحد بيسب الدين، واحد بيغلط، طريقة تعبيره عن غضبه فيها مشكلة. لما بيكون معاكي مفيش الوجود والحضور المظبوط، يبقى هنا في طريقة إدارته مثلا لأفكاره، عنده مغالطات فكرية. ما هنا لازم ألاحظ الطرف اللي أنا هخش معاه في علاقة، عشان لما أخش معاه في علاقة وكل الروابط الذهنية والهرمونية والطاقية والاجتماعية والمالية، حتى روابط طبعا في الأولاد، كل الكلام ده أنا هتربط بيه. فلما اتربط ما اتربطش بقى بواحد دون المستوى، أجي أفك نفسي منه ألاقي فيه مشكلة. فعشان كده من الأول احسن الاختيار، شوفي طريقة تعبيره عن غضبه ودينه وأخلاقه، وحط كل ده في كفة وارجعي وزني وشوفي الميزان إيه. شوفي الراجل ده بجد في يعني في اتساق ما بين أقواله وأفعاله، يعني اللي بيقوله بيعمله، ولا هو ظاهريا متدين وباطنيا غير متدين. يعني وانت مع بيحافظ عليكي من نفسه، بيعرف يحافظ عليكي من نفسه وراجل عنده دين، ما عرفش يحافظ عليكي من نفسه طالما انت في ما بينك وما بينه مثلا وانتوا مخطوبين، ما عرفش يحافظ عليكي راجل ما عندوش دين. فاهمين؟ فضروري يا بنات تركزوا في الحاجات اللي بقول لكم عليها، والله المستعان. ربنا معاكم، السلام عليكم.